يا ناس، يا ناس اللي بتسمعونا وبتتفرجوا علينا دلوقتي، في رجال زي طارق كتير، منهم اللي قدم روحه ومنهم اللي قدم حتة من جسمه عشان خاطر مين؟ عشان خاطر مصر، كل مصر، انها تبقى في امان وسلام. ايه المقابل؟ المقابل ايه؟ المقابل ان الدولة دي تتقدم وتستقر. هو ده اللي كان طارق عايز يعمله لما راح، هو والشهداء اللي نسأل الله سبحانه وتعالى انه يجمعنا بيهم ان شاء الله في الجنة، عشان يحموا البلد دي ويحموها من أشرار.